تفضل. حطيت مبلغ من المال لصديقي يستثمره معه، يعني قلت له خذه واعطيه شغلوني معك، هل في شيء من الحرمه؟ لا، تشغيله معك لا بأس، يشغله معه لا بأس، يشغله معه يعني يستثمره معه. لا ما في مشكله، ما المانع؟ هل في حرمه؟ لا لا ما في حرمه ان شاء الله. ما اشترطنا على شيء، لا مكتب كذا ولا اختار كذا ولا اي شيء. على العرف السائد، إن اختلفتما فعلى العرف السائدة.